هذا مذهلة لا تنسى في تاريخ كرة القدم. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. تسجل الكثير من الأهداف في عالم كرة القدم، لكن الأهداف التي تمتعنا هي التي تسجل إما على الطائر أو من مسافة بعيدة. لذا في هذا الفيديو سنشاهد أهدافا مذهلة لا تنسى في تاريخ كرة القدم. لنبدأ. ما رأيكم بهذه التسديدة الإبداعية من اللاعب لوكا مودريتش من خارج منطقة الجزاء ليضعها في شباك المنتخب الأرجنتيني؟ ديفيد لويز يرسل هذه الصاروخية الرائعة، فتابعوا كيف نزلت على يمين حارس المرمى بهذا الشكل. هذا اللاعب كان قناصا بما فيه الكفاية ليرسل هذه الكرة على الزاوية 90 على يسار حارس المرمى. تابعوا هذه الركلة الحرة الثابتة من اللاعب راشفورد من هذا المكان البعيد، وكيف وضعها بالشباك بشكل إبداعي جدا. تصل الكرة إلى تيري هنري فيقوم برفعها وتسديدها على الطائر لينزلها على يسار حارس المرمى. تابعوا جمال هذا الهدف. كلنا يذكر هذه الركلة الحرة الثابتة للاعب المنتخب البرازيلي روبرتو كارلوس، وكيف وضعها في شباك المنتخب الفرنسي بهذا الشكل الإبداعي. لنتابع طريق الكرة إلى الشباك. وصلت الكرة إلى جارث بيل ليسددها على الطائر بهذه الطريقة الإبداعية ويسكنها الشباك بهذا الشكل. تابعوا هنا كيف مرر لاعب تشيلسي الكرة إلى زميله ليقوم الأخير بتسديدها من خارج منطقة الجزاء، فتضرب بالقائم وتنزل في الشباك مباشرة. هذه الركلة الحرة الثابتة حاصلة على جائزة بوشكاش 2015 لأفضل هدف في العالم. لنتابع لماذا استحقت أفضل هدف. هنا كان كورتوا متقدما، فاستغل هذا اللاعب الأمر ليرسل هذه الكرة من منتصف الملعب لينزلها في شباك تشيلسي بهذا الشكل. يتقدم هنا كريستيانو رونالدو ويستلم الكرة ليرسل هذه القذيفة الصاروخية ليسكنها شباك بورتو بهذا الشكل. هنا ترجع الكرة من الدفاع بهذه الطريقة ليتقدم لها زلاتان إبراهيموفيتش ويسددها بهذا الشكل ويحرز هذا الهدف الرائع. لنتابع كيف رجعت الكرة من الدفاع بعد أن تم تنفيذ الركنية لتصل إلى لاعب أرسنال، والذي سددها بهذا الشكل من خارج منطقة الجزاء على الزاوية 90 ليمين حارس المرمى. تابعوا هذه التسديدة الخارقة من ليو ميسي على فريق باريس سان جيرمان، وكيف لم يستطع الحارس حتى الوصول إلى الكرة. وصلت الكرة إلى هذا اللاعب من زميله، فتابعوا كيف قام بتسديدها بهذا الشكل ليضعها في الزاوية 90 بطريقة إبداعية. تسديدة هذا اللاعب لم تجد طريقا إلا الشباك وعلى يسار الحارس مباشرة. اللاعب استغل تقدم حارس بروسيا دورتموند ليرسل هذه الكرة من ركلة حرة إلى الشباك بهذا الشكل. لنتابع هنا تسديدة ماريو بالوتيلي، والتي نزلت في الزاوية 90 على يمين الحارس بهذا الشكل الرائع. هنا هدف زلاتان إبراهيموفيتش من ركلة مقصية، فتابعوا كيف نفذها بعد أن خرج الحارس جوهارد من مرماه لتنزيل الكرة بهذه الطريقة في الشباك. وصلت الكرة إلى هذا اللاعب ليقوم بترويضها ثم يسددها بهذا الشكل لتنزل على يمين الحارس بطريقة مميزة. هنا
هنا أتت الكرة إلى هذا اللاعب من زميله ليضربها مباشرة، فشاهدوا كيف نزلت في شباك تشيلسي بشكل رائع. هذا اللاعب أعطى تمريرة إلى زميله ليخرج الحارس ويضرب الكرة برأسه، فترجع إلى اللاعب في منتصف الملعب فيسددها بهذا الشكل في الشباك الفارغة ويحرز هدفا استثنائيا. تابعوا هذه التسديدة الرائعة من لاعب ريال مدريد وكيف أسكنها في شباك أتلتيكو مدريد بهذا الشكل الإبداعي. تصل الكرة هنا إلى لاعب تشيلسي ليقوم بهذا الشكل بتسديدها من خارج منطقة الجزاء ويحرز هذا الهدف الرائع في شباك أرسنال. لنتابع كيف وصلت الكرة إلى جيمي فاردي ليحولها إلى هدف بهذه التسديدة الرائعة التي نزلت إلى الشباك. تابعوا لاعب روما كيف استغل تقدم الحارس تير شتيغن ليرسل هذه الكرة فتنزل في شباكه بشكل رائع. ما رأيكم بهذا الهدف الإبداعي من واين روني وكيف أسكن الكرة في شباك أستون فيلا؟ لنتابع. اللاعب جونينيو يرسل هذه الكرة من منتصف الملعب من ركلة حرة ثابتة فتدخل الشباك بعد أن قام زميله بالقفز من أمام الكرة حتى يربك حارس المرمى. ما رأيكم بهذه التسديدة من خارج منطقة الجزاء للاعب المصري محمد صلاح وكيف أسكنها شباك تشيلسي بشكل إبداعي؟ تصل الكرة إلى دروغبا فتابعوا كيف روضها على صدره ثم أرسلها على الطائر هدفا رائعا جدا في منتصف الشباك. تصل الكرة إلى اللاعب جيرارد ليقوم بهذا الشكل بترويضها ثم التقدم وإرسالها مرة أخرى إلى الشباك بتسديدة أكثر من إبداعية. لاعب توتنهام يقف على مشارف منطقة الجزاء وبهذا الشكل بعد أن وصلت إليه الكرة سددها مباشرة ليجعل حارس المرمى يسقط أرضا وهو يتابع الكرة تدخل إلى شباكه. هنا اللاعب كومباني يمكنكم أن تتابعوا كيف سدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء ليسكنها في الزاوية 90 لحارس تشيلسي. تصل الكرة إلى هذا اللاعب بعد أن أخرجها الدفاع ليروضها على الصدر ثم يسددها على الطائر لتدخل الزاوية 90 مباشرة بهذا الشكل. هنا تفلت الكرة من هذا اللاعب فتابعوا سواريز كيف سددها بهذه الطريقة المميزة لتنزل في شباك نورتش سيتي هدفا رائعا جدا. هنا تصل الكرة إلى لاعب سبورتنج لشبونة لترتطم بالأرض ثم ترتفع قليلا في الهواء فسددها على الطائر بهذا الشكل الإبداعي ليحرز هذا الهدف المميز. هنا في هذه المباراة التي جمعت فريق توتنهام ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي تابعوا بورنو فرنانديز والذي أعطى تمريرة إبداعية لرونالدو ليسددها على الطائر بهذا الشكل الرائع ويحرز هدفا مميزا. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.